بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدي اشرح لكم عن موضوع الالجوريثمز، وهذا اول فيديو بشرح موضوع الالجوريثمز. طيب، بداية قبل ما نبدأ في الموضوع بدي افرجيكم ليش عم نتعلم الالجوريثمز او شو ممكن الالجوريثمز تفيدنا. اوكي، قبل ما نتعلم برمجة، قبل ما نتعلم لغة السي، من نتعلم كيف ممكن نحل اي مشكلة بمجموعة خطوات محددة على أساس نوصل للهدف تاعنا. مثلا لو أبسط مثال مثلا، يعني ممكن المثال اللي دائما يضرب في قصة الألغوريثم، مثلا لو بدي أعمل كاسة شاي مثلا، إشي هيك، في مجموعة خطوات لازم أمشيها على أساس أعمل هاي كاسة الشاي هاي. هلأ عادة ما بننتبه لها، بس في البرمجة من اليوم أي إشي بخص البرمجة لازم تفكروا فيه بمجموعة خطوات واضحة، مش إشي تلقائي، ما في إشي بيجي بشكل تلقائي. مثلا كاسة الشاي هاي لازم أجيب أول إشي بريك الشاي، بعدين أحط فيه مية، بعدين بعد ما يغلى أستنى تمنى يغلى، وبعدين بعد ما يغلى بحط السكر والشاي وهيك. أوكي، فهاي الخطوات هي عبارة عن ألغوريثم أو زي نمط أو سلسلة خطوات معينة مشيت فيها على أساس أوصل للهدف النهائي تاعي. فبهذا الشابتر أو بهذا الموضوع تاع الألغوريثمز كامل بدنا هيك يعني نحاول انه اي مشكلة او اي بروبلم عندنا بدنا نحاول نصيغها بخطوات واضحة ومتسلسلة بحيث انها توصل للهدف تاعي. فعشان اسهل عليكم الموضوع بدي هيك اعطيكم الخطوات العامة او الاشياء العامة المستخدمة، وبعد هيك بدنا نعطي اكزامبلز واكزامبلز واكزامبلز بحيث انها تترسخ المفاهيم، لانه ممكن لو ضلنا نحكي حكي عادي صعب توصل المعلومة الا باكزامبلز. فأول شيء بداية بدي أفرجيكم هيك كيف ممكن نقرأ value، كيف ممكن نطبع value، كيف ممكن نعمل calculations، وكيف نزيد وكيف نطرح. طيب، لو عندي برنامج، تمام، هذا البرنامج مثلا اللي حاليا راح نكتبه انه بدي يدخل رقمين n1 n2 ويحسب الـ summation تاعه. اوكي، بالنسبة بجزء لكم اشي هيك يعني واضح جدا، طب انا عندي رقمين بدي اجمع مجموعهم، بس يعني شو الاشي الجديد؟ الاشي الجديد ان هاي الشغلة راح نصير نعملها عن طريق خطوات منطقية وواضحة. فعشان اقرأ رقم الاول واقرأ الرقم الثاني نقدر نستخدم اي اشي من تعات الانبوت، اما read او get او input زي ما بدكم. فمثلا فيعني خلينا نمشي عليهم ونحل step step. فاول اشي بدي ادخل الرقمين هدول، فاما بستخدم read get او input زي ما بدكم. فمثلا نحط input n1، تقدر تحطوا فاصلة into او بتقدر تحطوا هيك input into زي ما بدكم، مش راح تفرق كثير. طيب، هاي اول step قرأت الرقمين. step الثانية بدي اعمل زي operation اللي هي عملية الجمع في هاي الحالة. فكيف بدي اعملها؟ كيف بدي اعمل هاي الخطوة؟ عن طريق زي خطوات واضحة متسلسلة. اي اشي فيه calculations بتقدر تستخدمه compute. ف بدي اعطيكم هاي يعني بطريقتين. الطريقة اللي عادة بستخدمها هاي، فبحط compute sum، هاي وكأنه متغير جديد، اشي راح يحمل المجموع. compute sum بتساوي n1 plus n2. اوكي، فهاي كيف اني عملت السم. طيب، اخر خطوة بس بدي اعرض الناتج تاع السم اللي هو هذا، زي بدي اعرضه للحدا اللي طلب مني هذا البرنامج. فعشان زي اطبع الناتج بقدر استخدم اي واحدة من تاعات الاوتبوت اللي هنا برنت ديسبلاي او اوتبوت. انا بحب استخدم البرنت لان هي فعليا المستخدمة في البرمجة لقدام شوي، بتعرفوا ليش. برنت سم، فهاي هي عبارة عن خطوات منطقية واضحة مشيت فيها عشان بس اخذ رقمين من اليوزر اجمعهم واعرض الناتج هيك قدام اليوزر على الشاشه. تمام، فهي الانبوت قرات لي رقمين، كومبيوت حسبت لي هاي وهي. اوكي، بس هلا عاده الشيء اللي خاص في جامعه بير زيت اكثر انه ما بيحبوا يشوفوا زي هيك اوبريشنز زي هيك. فكيف ممكن نساوي هاي الشغله؟ طبعا هاي صح 100%، بس طريقه ثانيه ممكن في ناس بتفضل تستخدمها، بس يعني هاي برضو يعني it's fine 100% شغال صح. بيحبوا مثلا يعملوا هيك انه add n1 to n2 and save it
as مثلا some. هاي اللي كتبتها هي عبارة عن كلمات بتعبر عن نفس المحتوى اللي حطيته. compute some بتساوي n1 plus n2 أو calculate نقدر نستخدم كمان calculate نفس المعنى. تمام؟ فإما بتستخدموا هاي الأسرع أو بتستخدموا لكل شيء كلمات. هلا هاي تتوقف حسب الحدا اللي بدرسك. إذا الحدا حكى لكم استخدموا في الألغوريثمز كل شيء كلمات بتكون تستخدموا هيك إنه اجمع الرقم الأول بالرقم الثاني واحفظه في متغير اسمه صح. إذا ما يعني ما اشترط عليك إنك كل شيء كلمات تقدر تستخدموا الطريقة الأسهل واللي هاي دائما مستخدمة، يعني أنا بحسها جدا مستخدمة أكثر من أي شيء ثاني، اللي هي طريقة الكمبيوت أو الكالكوليت، وهيك بكون كل شيء تمام. في الفيديو الجاي بدي أعلمكم كيف إنكم تعملوا شغلات متقدمة أكثر من هيك، ونبلش نعطي examples بطريقة أحسن. بس هذا الفيديو حبيت أنبهكم إنه أنا راح أستخدم رموز أكثر، بس فيما لو حد انطلب منه كلمات أكثر بيقدر يستخدم الكلمات، بس نفس الكونسبت بالضبط، يعني ما مش راح إشي يختلف. فإن شاء الله بنشوفكم في الفيديو الجاي بأمثلة وأشياء أكثر من هيك. يعطيكم العافية.